مرحبا بجميع العابرين من معبر البطوار، اقول لكم مرحبا بكل تبرع بالدم، بادرة رائعة للتبرع بالدم وفي هذا الشهر الكريم تحت رواق جمعية النور للسائقين ومستغلين سيارات الأجرة. اليوم 5 أبريل 2021 اللي ما بقى رمضان إلا أسبوع، اليوم بغينا نديروا التبرع بالدم المرضى ديالنا والاخوان. بهذا رمضان عاده تيكثروا المرضات وبهذا الوباء هذا اللي كاين، والله يرفع علينا هذا الوباء هذا. كلمه السائقين المهنيين، الاحسن التبرع بالدم. الانسان اللي كيدير التبرع بالدم اولا كيعاون الاخ ديالو المسلم، ثانيا يعني الصحه ديالو تيخفف مزيان. الانسان كل سنه يدير تبرع الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الكريم الجداري، سائق مهني وكاتب العام ديال جمعية النور لمستغلي وسائقي سيارات الأجرة بأكادير. في بادئ الأمر نبغي نذكر بأنه كنا قمنا بواحد الحملة للتبرع بالدم في يوم 11-12 نوفمبر 2020، وهكذا بعد مرور مدة ديال 5 شهور نحن الآن نقوم بحملة مماثلة على أساس النجاح الكبير اللي عرفته ديك الحملة السابقة، واللي عرفت إقبال من طرف السائقين ولا حتى من طرف المواطنين، وعرفت واحد النجاح كبير. ولهذا بطلب من بعض الناس اللي تعذر عليهم باش يشاركوا في الحملة السابقة، قمنا هذا اليوم السعيد بنفس المبادرة، وحنا كنقوموا بهذه المبادرة على أساس هذه قطرة الدم اللي محتاجة لها بلادنا في أي وقت من الأوقات واللي كيكون فيها خصاص دائم. ارتئينا كجمعية النور اللي احنا بينا نساهموا بهذه المبادرة، واللي كنأكدوا أنه احنا ما كيهمناش فقط هموم السائق المهني، بل احنا كنقوموا كذلك بالواجب الوطني والإنساني، ونبغوا كل ينخرط في هذا العمل اللي هو عمل ذو استحسان من لا من طرف كل الناس ولا من طرف الله سبحانه وتعالى، ونبغي كل شيء يشاركوا. وشكرا. السلام عليكم، انا فدوى من اكادير، تلقيت هذه القافله نادى الجمعيه دايرين هذه المبادره ديال التبرع بالدم، وهي حمله زوينه، وكنصح كاع اي مراه او اي رجل او اي طفل شاب في مقتبل العمر يجي يتبرع، ينقذ شحال من واحد كيحتاج للدم، شحال من واحد كيموت بسبب انه محتاج ولو غير شويه ديال الدم. كنتمنى من الكل يجي يتبرع، وشكرا جزيلا لكم.